سلام، ما كاين غير البار والشمس حاره، ما كاين غير حنا قاعدين. ما باش بغاو حبوا ولا كرهوا، مرحبا بكم في فلوق جديد. فلوق ديال اليوم راه شوف البنات الدنيا مرونه عندي. فلوق ديال اليوم هو غنقول لكم نجي نقول لهم باي باي يا مون امور. شوف انا سمحت في بلادي وسمحت في ولادي باش نجي باش ندير مستقبل لولادي، وعادي انا نسبح في جول جيم. حيت شوف في البلاد السعيده ولا في اي بلاد في اي بلاصه كتخدم وكتقلب على محسن. انا كنت خدام، حتى تشوف اول حاجه جيت درت كما نتوما عارفين الخوت، جيت عندي 90000 ريال مغربيه. 90000 ريال والله ما الدراري اللي عارفين في الامارات وفي ابو ظبي كيقول لك شنو كاين 90000 ريال. والله ما قاد حتى في الكره، انا كاري تقريبا ب 96000 ريال باش كاري. انا كاري استوديو فيه الكوزينه ديالك، فيه الطواليط والدوش ديالك واللعيبات بوحدك، فهمتي؟ سد عليك بابك بوحدك. كما قلت لكم 90000 ما قادكش، ولكن ربي كيسر معنا. علاش؟ حيت كيبغيو الخير لخوتنا، وربي كياتينا بيت حنايا، ومرضي الوالدين ومرضي بناتي ومرضي عشراني. كما قلت لكم انفو جيت هنايا من بعد 8 ايام الحمد لله دبرت الخدمه. ومني خدمت وبقيت كنقلب على راسي، ومن بعد 15 يوم دبرت على سبونسور. بطبيعه الحال سبونسور اللي هو اقوى سبونسور، اقوى واحد كيبيعنا سبليمنت، وسبليمنت اللي هو راه شو الفرق بين الفيديوهات اللي كنلف في انستغرام قبل ما ندير مع العقد ومن ورا ما درتش مع العقد. كما قلت لكم الحمد لله ربي يسر معايا الامور بزاف الحوايج. قبل ما ندير شي خطوه، استشرت بزاف الدراري اللي كاين هنا اللي قدام مني، منهم مزاك، منهم الدراري اللي عارفين الدومين هنايا. سولته قلت له الصاف انا غادي نحاول نبدل الخدمه، قال لي شوف خرج على ابو ظبي. داكشي اللي درت، جاب الله في واحد الخدمه، حيت هنا في ابو ظبي ساكنين غير تقريبا شوف كاين 200 جنسيه، وديك 200 جنسيه كلها جايه باش تخدم باش تدبر مصاريف. اما انا مشيت لواحد البلاصه ما فيهاش الجنسيات بزاف، فيها الهنود والفلبين خدامين في الديور، وما تبعكوش كلشي مواطن. يعني انت بغيتي تاكل الخبز خصك تاكل مع المواطن. داكشي علاش دابا انا راه الحمد لله دبرت خدمه كما قلت لكم، كتخدم وكنقلب على محسن، ولقيت محسن، وان شاء الله دابا رويه هنا في هادشي. دابا خصنا شوف الدنيا كلها مخرمزه، حوايجي في الارض، خصني نهز الثلاجة. كما قلت لكم الخوت جيت ما عندي حتى لعبة، وربي يسر لي الثلاجة، بريسا، فورنو، بروتينات ديالي ولعيبات، كلشي يسر في الله، ناموسية، كلشي يسر في الله. شوف حاجة الله يقضي الله. المهم الخوت غنصاوب فطوري، بدا هو الأول نفطر، راه حاطو في بريسا، غادي نفطر ومن بعد غادي نبدا حوايجي بشوي بشوي، حيت اليوم غادي خصني نتحول، وغدا خصني نبدا الخدمة إن شاء الله. وهذا هو البلان. بيس تمارا في التحوال، ولكن ماشي مشكل، وان شاء الله كيف وصلت تما كنتي غادي تبدا داكشي اللي بعدين تمارا. غدا ندير الخدمه، وراكم ان شاء الله الخدمه اللي بديت. كيف ما نقول لكم بديت، جيت هنا خدمت في الشركه وقلبت على محسن، وهذه تي غادي نخدم فيها ان شاء الله، ولكن محسن يبدل لها ثاني. هذا هو البلان، بقى معايا ونمشي نمشي. انا غادي مع صحيبي سعيد. سعيد اخويا سعيد، مرحبا. شوف ده والله اقدع واحد هنا في امارات ابو ظبي، فهمت؟ فيه هو وفي الثاني عمر، العمر العنيبة، انتم تعرفوا عمر العنيبة، دا مش عنيبة، دا رجال، ويموت على الجرجير. المهم حنا غنشدوا الطريق دابا الخوت، عندي تقريبا نعطيكم كيفاش البلان، بحال كتقول من كازا لبوزداقة، عندي واحد الساعة الله يرحمه باش نوصل، وغادا نهز الريحية ديالي ونحطوه بكشي بشوية، وغدا نبداو الخدمة إن شاء الله، وهذا هو البلان. الحياة كلها تجارب، خاصك تشوف ديما كتجرب وديما كتحدى راسك، وتحدي جديد وصعوبات جديدة وبزاف بلان جداد، ولكن انت خاصك تقد المسؤولية. وحنا الحمد لله كنآمنوا بالله وكنآمنوا بالرزق كيجي مع عند الله سبحانه وتعالى، وكنآمنوا أن رضاك الوالدين كتوقف معنا، والحمد لله ربي ما يخيبناش، وإن شاء الله في هذه الخدمة هذه غتكون أحسن من الخدمة اللي فاتت. وهذا هو البلان، وبقاو معنا الدراري وما تمشيوش. يلا شحال هادي البلاصة اللي كاينت، هادي الغرفة، هادي كتما ستوديو. المهم ستوديو اللي قلت لحالك عارف يلاه بديت، باقي ما غاديش نكري شي حاجة مزيانة. هادي الكوزينة، وهادي الطواليط اللي كاين هنايا. المهم داكشي معزول بوحدو. شوف البريبار ديال عباد الله اللي كيكونوا هنا كيبين لكم الحاجة الزوينة، أنا كيبين لكم حاجة خايبة أكثر من الزوينة. علاش؟ باش من هاد الشيء ما تصدمش مع هاد الواقع، تعرف أن خاصك ضروري ما تدوز من حارة باش توصل للحلوة، حيت البريبار ديال الناس كيوريك غير مني وصل، ما عرفتش أشنو دار باش وصل. أنا خويا من أ حتى زد كيفاش بديت؟ يعني خديت هاد الغرفة هادي كنت ب 1300 درهم، 1300 درهم أخويا،
1000 درهم هي قول 48000 ريال وزيد على 300 درهم هي 15 هي 15 140 50 مو شي كتشوف 60000 ريال تقريبا باش كريت هاد اللعيبه هادي ممكن راه كاين بوحدي وكلشي غيتقاد ان شاء الله انا والله بالمكيف ديالك باللعيبات وكساعة ملي كتخدم وكدور مصاريف وديفو صح ملي كتساعة تقلب ما احسن ديك الساعة تكري شي بلاصة من بعد الصافي بيسي داكشي ولكن شي ما كيهمنيش انا حتى الحمد لله عندي داري في المغرب كاين المهم وكاين الاهم اهم وخاص نحط راسي وقراسي ترونكي والبلاصة فين كاينة راه عمركم تبان كاملة المهم الدنيا هنا راه بحال انا صور نقول لكم الكاميرا باش تشوفوا بلان فيكاري هنايا المهم الحوايج كاملين كاينين هنايا عرفتي راه كرفاسنا خونا في الله اهو اقدع ناس يا خويا سعيد شوف الدنيا كيفاش دايره المهم هنا في الكريش مع بعد لكم شي باش عارفوا شنو كاين هنا كاين هاد الديور كاين هاد القصور هنايا واللعيبات وموراها من وراها كيكونوا دايرين واحد البيوت صغار للناس اللي بحالي فهمتي يلاه بادين هاد اللعيبات المهم غنهزوا هاد الشيء بشويه بشويه وغنديو ان شاء الله اخيرا المهم استفدت حوايج غير في الارض بوزيرا هي فرشت اللعيبات غير في الارض باقي حوايج ما عنديش ماريو فين نحط اللعيبات شوف الاساس هو عندي حطيت راسي على راسي غير ملي لقيت الكره هذاك هو الرباح صافي حطيت الثلاجه هنا تمشي صراحه الكاميرا المقادير واللعيبات وداك الشيء فهمتي حطيتو هنا هنا الطباسل هنا الثلاجه صافي تمشيات هنايا الشوفان والبيض وداك اللعيبات طواليت الدوش ما حطيتش الروايح ديالي ولا عاوتاني هنايا سينيار تمشي المهم داكشي على قد الحال المهم شوف كبداية راه اش كندير لكم هاد اللعيبات كما قلت لكم واحد البريبار كيبين لكم غير داكشي المزوق كيبينش كل داكشي ديال بصح المهم هي راه درجة بغيت توصل غدا ندير خدمة وغدا نصور لكم البلاصة اللي غنخدم فيه وانا متاكد غيعجبكم علاش اول حاجه فيه الماتريال وثاني حاجه انه ماشي شركه هذا فوق شي وهذا فوق شي وداك فوق شي جوج مواطنين توام هما اللي دايرين النادي ولاد الرياضه واول حاجه تفاهمنا مع اللي بغات نبريباري البطوله واش تساعدوا معايا قالوا نساعدوا معاك اصلا حنا كنبغيو البطولات مزيانين لك انت ومزيانين حق النادي على قبل النادي زعما كاين فوالا هادشي اللي كاين دابا لقيتوني باش ليا مازال هاد النادي اللي خدام معاهم داير لك واحد الصالير ودير لك تدريب شخصي نص بالنص بحال السعوديه ديال الكويت انا عارف راسي غادي نجم راسي يعني قد ما شتي الكليان وقد ما خدمتي على راسك قد ما تغدخل مصاريف يعني انا غنولي نصبح من الصباح حتى العشيه باش نبروفيتي في الوقت ونحاول نجيب كليان دابا غنصور الوجبه ديالي ملي غنصور الوجبه ديالي غادي نعس وغد اليوم على الصباح عندي واحد الكعطات تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه على رجليا بعد ما ندبر امور ونشري بيكاره ولا شي سكوتر بعد ما ندير ليسن ديال ندير بيرمي ديالي ديال هنايا حيت عندي بيرمي قديم ديال كاميو وموكو وطوموبيل ولكن خصني ندوز بيرمي ديال هنايا شوف طاب باري طاب المهم داكشي كيجي بشويه بشويه اللهم يسر الامور وغدا نبداو الخدمه وغدا نصور لكم ان شاء الله سميتو وبقى معايا الفلوق ما تزابي لهنا لهنا بقى معايا الصاط يلاه بيس صباح النور عشران صباحكم مبروك فقط باش نكملو الفلوق اول حاجه غندير دابا هو غنغسل سناني وغنحط راه زيت سلق ونمشي نجيب من الفطر نشوف راه داكشي ما عنديش تنوجد ماكلتي باش نبدا ان شاء الله في الخدمه الجديده وملي غنكاد هاد العيبات هادشي كامل كنديرو باش نوفر شويه ما حيت ما خاصش ناكل على برا الماكله شويه غاليه هنايا واصلا ماشي صحيه اللهم الحاجه الوحيده اللي حنا صحاب مسكناس واللي زوينه فينا هو كنعرفو نطيبو كنعرفو نكادو هادشي ما كنتش كنعرف نديرو يلاه دابا شي عامين باش مسكين عارف نطيب المهم هادشي اللي غندير ومن غنمشي نوريكم بلاصه الصاله غادي نصور لكم داكشي كامل وما تنساوش ديرو مع خوكم هذا هو يلاه صباحكم مبروك عاد مشيت شي بلاصه بقى معايا الصاط يلاه بيس بالنسبه للبلاصه اللي كنت ساكن فيها هي هادي هادي المنطقه اللي ساكن فيها كل فيلات كبار كل قصوره انا كما قلت لكم كيسكنوا غير المواطنين ولكن كاين شي وحدين اللي كيديروا استوديوات من جهه اخرى كيسكنوا فيهم الناس بحال انا باش فهمتوني حاولت نسكن في اقرب بلاصه حسب السوبر ماركت واقرب بلاصه حسب النادي النادي كما قلت لكم بعيد من 800 دقيقه على الطوموبيل ولكن تمشي على رجليك واحد ثلث ساعه ما عنديش مشكل ديجا مولف هادشي في المغرب قلت ما يسر الله ناخذ بيكالا من بعد غيسر الله ناخذ طوموبيل المشكل هو اللي خصنا اللي سن والبير خصنا ندوزو هنايا ولا كيكون بالثمن شي كما قلت لكم هانتو على البلان اللي ساكن انا فين ساكن المهم داكشي ترونكيل بخير الجو في شكال اليوم عمري شفت الامارات هاد الجو هذا المهم
واحد طلب من المعيب واحد طلب من الكسي اول سكول هذا هو البلان. يلا خوت مشيو دابا للجمعية ما عرفتش لقيت الشوفان ولا لا ملقيتوش عندي كومبلكس الشوفان ناخذ غير الحليب ملقيتش لقيت الشوفان غناخذ الشوفان عندي البيض عندي الليمون خصني نبدا الفطور ديالي كيما ديما حيت هنا باش تكون خدام خاصك تخدم على فورمتك وبزاف ناس كيسولوني من المغرب كوي واش نجي واش نلقى الخدمة خوت راه بقى واحد القضية داكشي رزق بيد الله راه كله كيدير لي الله راه حلاولة وجوز جاز عام راه دابا تقريبا شي 4 ايام باش جرى كيقلب على راسو المهم هنا راه كت يعني كاينين فرص كاينين فرص ديال الخدمة ملي كتخدم كتخدم بعزك برائك بكلشي لك عكس المغرب برا وجورا هادشي اللي كاين يلا خوت تقاشر السلام بعد الساعة ديال المشي باقي لي واحد 4 دقايق باش نوصل للنادي النادي شاف واحد البلاصة كيقول لها عالم السيارات هذا كاين غير بلاصة كيتباع طوموبيلات ترونكيل مكاين لا مول لا صداع الراس لا تا لعبة كاين منك للطوموبيلات هنا فين بغيت اخوت هنا فين بغيت نبريباري كتعرف غير الماكلة ولونتخيمون والبارة والشمس حارة الخوت ممكن مكتي تبقى تي واحد 3 دقايق نوصل لاصال ونوصل تماك ونوريكم كلشي اليوم هو اول نهار دعوا معايا خوت برا وشورا ربي يسر معنا ان شاء الله هادشي اللي كاين والحاجة اللي زوينة في هاد النادي هو انك انت منك المول لاصال مكاين لا شركة لا مناجر لا فول هيد اوفيس لا تلعب منك المول الشب شي حاجة كتكسب فاطرو شي لعبة ديال يقولها الشاف والشاف يقولها المناجر والمناجر يقولها ديال الاوفيس بقات غادي بسلسلة هادشي اللي كاين بقى معايا ما تصابيوش اخوت غير وصلت لاصال لاصال هو هذا كيما قلت لكم في واحد البونت واعر المهم شوف على الخلا القيفار ولكن لاصال من الداخل واعر مدري مزيان راه غندخل لداخل ونصور لكم مدري كامل وديجا كتصورت لكم واحد اللعيبه كان شوف سبحان الله العظيم راه ربي كيلعقك مع ناس وناس كيلعقوك مع ناس كنت كدبر على راسك الوقت اللي كنت في جولد جيم كان عندي واحد المصري خدام في واحد محل ديال السبليمات حدايا وكان دوا معايا كان راه ديجا عندي سبونسور وهادي اللي بغا هو كان يعطيني واحد الساشيات قال لي حكا تجربهم باش توريهم للكليان عندك قلت له ما قدرتش ندير هادشي حتى انا ديجا عندي سبونسور وقال لي شفالي ولدي سبونسور ديالي قلت له اخويا قلت له خصني ندوي مع السبونسور ديالي القديم دويت مع السبونسور ديالي القديم اللي هو عنده فضل معايا وعاوني يعني في بريباراسيون اللي هي جينز كورنر انا ما بقيتش معاك ماش معايا الكونترا ولكن ما بغيتش ندير شي حاجه قبل ما نشاوره شاورته قال لي اخويا فوزي دبر على راسك هي باش كان عندي النهار ديال التصوير جيت للتصوير هنا تصورنا هناك هذا النهار ديال التصوير ديال الشوتينغ الفريق ديالنا مع الفريق ديال هذا الكلوب هذا وسبحان الله غادي طلعت مع السيد الله يعمر ليه الدار وبقى الكونتاكت بينه وبينه ما طلع لي من الدم من الجول جيم وداكشي اللي السيستم ديالهم قلت له عيط لي تفهمش انا في الثمن ربي ما خيبيش وسخر لي في هذا النادي اخر هادشي اللي كاين المهم واحد شويه غنصور لكم الماتريال كامل من ا حتى زد ان شاء الله بودي كلاسيك بلاصه سميتها الشامخه هنا بلاصه كاين غير المواطنين كما قلت لك هذه اول حاجه بغيت بيتي انا ما بغيتش نخدم مع
الفلبينيين، الهنود، البنغلاديشيين، الزلامات ودي العيبات ما غتصور منهم الفلوس لا والو. ما ننساش انا جيت هنا باش ندبر راسي من الفلوس. وهنا ملي كيكونوا ولاد البلاد كيكون الخير معاهم، فهمتوني؟ اما واحد جاي وافد بحالي بحالي ما غتستفد منه حتى شي حاجه. لذلك هنا كما قلت لكم هنا فين غندير خدمه. وثاني حاجه، الحاجه اللي عجبتني هو ان المول شي سبورتيف. اول حاجه كنا دوينا على هو واش تقدر تعاوني في البريباراسيون، قال لي نعاونك. انا قال لي عزيز عليا هذا الشيء هذا، يعني من عقل يعني نعاونك، راه شي حاجه زوينه. هذو نهايه الفلوغ، ما تنساوش ديروا مع اخوكم بالروج ولا دعواكم اللي كيوصلوني وملي كينسب لي الطريق ديالي من بعد دعوه الوالده الحمد لله. هادشي اللي كاين، وصباحكم مبروك، بيس اند لوف. وهذا والله انا ما كاين غير البار باش نصحاب بيس. نحن قادمون، نحن قادمون، نحن قادمون، نحن قادمون.